سكان 1 جيج ضحايا النزاع بين المغرب والجزائر. يعتبر كثيرون بعض المدن الجزائرية الواقعة على الحدود مع المغرب، والتي هي تحت سلطة وسيادة المغرب الآن، مثل فجيج ووجدة وأبو عرفة، مقياسا لاستجلاء آثار الخلافات السياسية بين الرباط والجزائر. فمدينة فجيج مثلا توجد في أقصى نقطة بصحراء المغرب الشرقي، وعلى بعد 7 كيلومترات فقط من الجزائر. يعاني أهلها الكثير بسبب الخلافات السياسية بين عاصمتين، إحداهما غضبت عليهم والأخرى اقتطعت من أملاكهم. ويحكي بعض أبناء المنطقة أن فجيج التي يسميها أهلها بحيرة النخيل لكثرة الأشجار فيها، ظلت موحدة طيلة قرون حتى جاء الاستعمار الفرنسي وترك المنطقة بغير حدود مرسومة انتقاما من أهلها الذين كانوا أول من وقف في وجهه، وهو يهم بضم المغرب إلى الجزائر التي احتلتها سنة 1830. ويعتبر أستاذ العلوم بثانوية علي بن أبي طالب بالمدينة المصطفى كراب في حديث للجزيرة نت أن فجيج نموذج حي لمعاناة سكان الحدود من ميراث الاستعمار الفرنسي وسياساته التمزيقية بين أبناء الأمة العربية الإسلامية الواحدة. وقال نائب رئيس جمعية جبر المتضررين بالمدينة محمد يونس في تصريح للجزيرة نادر إنه منذ رحل الفرنسيون عن الجزائر سنة 1962 ظل أهل فجيج يستغلون أراضيهم الزراعية وأشجار نخيلهم الكثيرة حتى جاءت سنة 1973. في هذه السنة اتهمت السلطات المغربية حوالي 150 شخصا من سكان فجيج الذين يسكنها حوالي 15,000 نسمة بالتورط في الانقلاب العسكري الذي دبره الجنرال محمد أوفقير ضد الملك الراحل الحسن الثاني. ومنذ ذلك الوقت غضب الأخير على تلك المنطقة. في سنة 1975 حين نظم المغرب المسيرة الخضراء إلى منطقة الصحراء الغربية وضم مناطق منها إلى سيادته، ضمت الجزائر بدورها حوالي 40 كيلومتر مربع من أراضي فجيج، ثم أغلقت الحدود فحالت بين مزارعي الواحة وممتلكاتهم. على حد قول هذا الأستاذ محمد يونس وولده خالد، يسعيان اليوم لاسترجاع أراضيهما ونخيلهما التي حرما من الاستفادة منها منذ أكثر من 20 عاما، كما يطالبان بالتعويض المادي عن الخسائر التي لحقتهم بسبب حرمانهم من المتاجرة في تمور نخيلهم. وهو ما قدر مسؤولون مغاربة زاروا المنطقة أنه حرم أسرة يونس من مداخيل تناهز 23 مليار درهم، أي أكثر من 3 ملايير دولار. وليس يونس وابنه وحدهما المتضرران، بل إن حوالي 650 من أهالي المنطقة عازمون على حمل مطالبهم إلى العاصمة المغربية وطرق أبواب الجمعيات الحقوقية والهيئات والمؤسسات ذات الصلة.